أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سألت عن الناس وهي تتهافت شغفا؟ هل سألت عن الحب المزروع أشتالا صلبة ووردا متفتحا لا يعرف الذبول؟ هل سألت عن ماض لا يفارقه الحاضر، وعن طيف جميل لا تغيبه السنون ولا تمحيه بعد المسافات؟ هو حب سرمدي خاص، ولعلي أعني ما أقول، أعني أن المديح هو وصف المتملقين، ولكن الحقيقة، والحقيقة أقول أني لا أمتدح ولا أرائي، وإنما أنقل جزءا من مكنون الحب والعتب والشوق. حب يا سماحة السيد لا يتعارض مع تواضعك ولا ينتمي إلى الغلو، فأنت أحببتنا وأحببتهم وأحبوك، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نكاشف الحب، وها أنا أكاشفك أن أرضنا وبيتنا وروحنا وماضينا وحاضرنا، وأن كل الناس حملوني إليك ما لا يتسع في السطور أو لا تدركه إلا مكان القلوب. أهلا ليس بلساني بل بلساننا، وسهلا بدموعنا ودموعك الغالية حين تساقطت وأنت تحتضن محبيك. أعلنه اللقاء الأجمل والأمجد معك ولا سواك، ليكسر كل القيود ويعبر كل الحدود. السلام عليكم ورحمة الله سماحة السيد محسن الطبطبائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نتشرف يعني بهذا اللقاء، وبالنسبة لنا سماحة السيد محسن الطبطبائي ليس ضيفا وإنما معلما وأخا كبيرا. طبعا سماحة السيد نحن بنعرف أنه لم تكن ترغب بإجراء لقاء إعلامي، ولكن ضغطنا عليك والناس ضغطوا علينا أيضا من أجل أن نحادثك اليوم وأن تتجه إليهم بصورة مختلفة. السؤال الأول اللي بحب أعرفه منك، شو سر تعلق الناس بسماحة السيد محسن الطبطبائي مع أنه سنوات مرت وأنت بعيد جدا عن هؤلاء الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله وآله آل الله، سيما مولانا بقية الله أجل الله تعالى فرجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني بالهدى وألهمني التقوى. سؤالك هذا في الواقع يحرجني، و الجواب عليه هو طبعا يمكن أن تأخذ الجواب من الناس، وربما الناس يبالغون في ذلك إلى حد ما في محبتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا في حسن العاقبة، وأيضا نأمل من المؤمنين ومن الأحباب ألا ينسونا في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. والله أعلم بالسرائر، الله أعلم بالضمائر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما عند حسن ظنهم. فأنا لا أرى نفسي أهلا لهذا المديح أو لهذا الحب، وهذا من حسن ظنهم، وأشعر لحرمانهم وغربتهم، ولذلك لا أرى لنفسي امتيازا فيما عملت وما فعلت في فترة وجودي معهم طوال السنين. وربما أشعر أني كنت قاسيا معهم، بل أشعر بالتقصير معهم، بالخصوص في الفترة الأخيرة التي ازداد شوقي للبلاد وابتعادي عن مركز طلب العلم وعن الأساتذة وكذلك
كبارنا الذين ربونا. وأحيانا يعني أؤنب نفسي وضميري يؤنبني أن هذا النوع من الإحساس كان تقصيرا مني، فأردت بذلك شيئا من الراحة لنفسي، ولكن بعد ذلك شعرت بالتقصير. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى ذلك منا قصورا وليس تقصيرا. وأنا أيضا عبد من عباد الله، نسأل الله أن يقبل عبوديتنا. على كل سماحة السيد، نحن نعرف أنه يعني دائما الحب الصادق يلاقيه حب صادق، يعني طالما أحببت حضرتك وسماحتك كل الناس، طالما زرت كل الناس، ولعله شخصك، وأنا هنا لا أبالغ، شخصك الذي وحد الناس تحت عباءة الدين، بينما كان الكثيرين يعني مضللون بعباءة الأحزاب والفرق السياسية. على كل الأحوال بدي أدخل أنا وياك سماحة السيد بالتجربة اللي عشتها بهيدي المنطقة، تقريبا حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات بهيدي المنطقة عايشت الجالية الإسلامية هنا، عايشتها بأحزانها وأفراحها، عايشتها ببداياتها وانطلاقاتها بمناسباتها وما إلى ذلك. كيف بتقيم هيدي التجربة على مستوى حياتك الشخصية؟ ونحن نعرف سماحتك أنه عندك تجربة ببلدان أخرى وبإيران أيضا، إذا طلبت منك تقييم للتجربة اللي عشتها مع الناس في البرازيل. طبعا تعلم نحن يعني نحمل شعار الدين، وشو ما فعلنا وشو ما صنعنا وشو ما قدمنا فلا نرى ذلك إلا نزرا قليلا، بضاعة مزجات، وعلينا أن نطلب الكثير حتى نحصل على القليل. وطبعا يؤنسني ما رأيت من تقريبا أستطيع أن أقول شيء من التغيير وشيء من التجاوب إلى حد ما، لكن هذا الشيء ليس على المستوى المطلوب الذي كنت أتوقعه بعد أكثر من عقد من الزمن. شو كنت تتوقع سمعت؟ أنا في الواقع عندما أتيت إلى هذه البلاد ورأيت هذا الشعب البريء وهذا الشعب المضطهد فكريا ومضطهد حضاريا ولا يعرف الهدف من الحياة ولا يعرف كيفية الحياة، وحالة الألفة التي وجدتها في هذه البلاد تختلف جدا عن البلاد الأخرى، الألفة مع الغريب واحترام الغريب واستقبال الغريب والتعامل مع الغريب، وشعرت بمسؤولية كبيرة لا تجاه أبنائنا وإخواننا من المغتربين ومن الجالية، بل شعرت بمسؤولية كبيرة تجاه أبناء هذه البلدة وهذه البلاد. وحتى كررتها سابقا مرارا أمام بعض المسؤولين البرازيليين، أنا أخشى يوم القيامة من هؤلاء أن يحاسبونني، أتيت إلى بلادنا فماذا قدمت لنا؟ فكنت أتوقع من أبناء الجالية أن يقدموا لهذه البلاد التي حضنتهم واستفادوا من أمنها سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، الإمكانيات مفتوحة أمامهم والحرية التي هم فيها، هذه في الواقع لا تجدها في أي بلاد من بلاد العالم بهذا الشكل. فتوقعي من المغتربين يعني مثل ما ذكرت في مطلع حديثك الآية القرآنية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإمام الصادق عليه السلام يعني طلب منا جميعا أن نكون زينا لهم ولا نكون شينا، يعني حقيقة نحن تعلمنا من مدرسة أهل البيت اللي هي مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وهي مدرسة القرآن أن نحسن لمن أحسن لنا، ولا من منطلق المقابلة بالمثل، بل نحن حتى مع عدونا
يجب أن ننظر إليه نظر المسكنة ولا ننظر إليه بنظرة الانتقام ونظرة العداء. فإن الإنسان الذي لا يعرفك والذي يجهلك لا يثمن وجودك، فنتاج التصرفات حتى من العدو هي الجهل. فعلينا أن نعرف وجودنا وحضارتنا وثقافتنا. يعني سمحت السيد، يمكن لو أحد بيسمع هذا الكلام يعتبر أنك تدين بدين آخر، لأنه الآن الإعلام أو الصورة المأخوذة عن الإسلام، وخاصة يعني بعد الأحداث الأخيرة، أن التجربة الإسلامية لا تحتمل التعايش مع الآخر، التجربة الإسلامية تفسق وتكفر المجتمع، التجربة الإسلامية لديها علو على الآخرين. سماحة السيد محسن الطبطبائي يتحدث حتى عن المحبة مع العدو في هذا المجال، هل هذا الإسلام الحقيقي، أم أن يعني هناك اجتهادات معينة في هذا الأمر؟ أنا لا أجد في نظرتي أمرا جديدا، وإنما هذا ما تعلمته من القرآن ومن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أهل البيت. نحن لو درسنا السيرة النبوية الشريفة المقدسة، هي أكبر دروس للبشرية. رسالة الأنبياء ليست رسالة لجماعة دون جماعة، رسالة الأنبياء هي رسالة الله سبحانه وتعالى، وليس هنالك أحد أحب من الله لخلقه. فإذا كان الله يحب خلقه فكيف بنا؟ كل الخلق بدون استثناء، كل الخلق حتى غير المسلمين، لكن القاصر وليس المقصر. نعم، يعني الذي لا يعلم، لا الذي يعلم ويعرف ولكنه يخالف. أنت تعرف أن الآن الكثير من الناس لهم الحقائق واضحة. نعم. يعني يعرفون الحق. الآن مثلا من ما مثال، ليس هنالك أحد في الدنيا لا يعلم بأن الكذب حرام، قبيح. نعم، ما في أحد، كلنا نعلم. حتى الطفل الصغير إذا كذبت عليه ينزعج، لكن كم منا من لا يكذب؟ كم من البشر الذين يعرفون الحقيقة هم مع الحقيقة ومع الحق؟ الحق أمر بين، ليس بالأمر الغير البين. فأنا كلامي مع الإنسان الجاهل القاصر والذي لا يعلم، الذي لم يصله التبليغ، لم يصله الأمر، ولم تصله البينة. فالإسلام دين البينة، والإسلام دين العقلانية، والإسلام في الواقع كما بتعبير الإمام الصادق عليه السلام، نحن أبناء الدليل. أنا لو يعني الوقت يسمح أن يعني نأخذ فصل كبير في هذا المجال عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله في صدر الإسلام. كيف كان النبي؟ النبي كان محبا للناس، النبي كان يحترق قلبيا من أجل الناس، حتى أن الله سبحانه وتعالى عاطف على النبي، لأنه زيادة لا أريد أن أسيء الأدب لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن النبي دلل الناس. النبي كان يعني يحرق كل وجوده من أجل البشرية. طب لماذا سمحت السيد؟ حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لعلك باخع نفسك، يعني يكفي يا رسول الله من الإكثار في محبة الناس والتفكير بهم وبمصيرهم. طيب لماذا هذه الصورة معكوسة عند العالم الغربي؟ يعني هل هو متآمر أم نحن صدرنا إليه مع الأسف معينة؟ لأمرين، أولا الإعلام تعرف هو إعلام أعدائنا، هو ما قصدته بالاضطهاد الفكري. صحيح. بخصوص هيد البلد. يعني الإعلام عموما المدون والإعلام المدروس الذي يريد، هو ليس ضدنا، هو ضد الإنسان والإنسانية. نعم. وهذا يحاول أن يستفيد من أي وسيلة ليستفيدوا لوبيات خاصة ومجموعات خاصة في هذا المجال، ويستحمرون البشر. نعم. لا فقط يستحقرون، لا، يستحمرون البشر. فهنالك ثلة اللي هم الأقلية جدا في العالم، هم الذين استلموا هذا الإعلام وهذا التضليل. وطبيعي العدو ماذا يقول عنك؟ عدوك إذا سألته عنك
بس سمحت السيد هم يجدون مادة في الإعلام يجدون. نعم. هل النقطة الأولى اسمح لي. النقطة الأولى أولا يعني طبيعي الإعلام له تأثير كبير، والنقطة الثانية اللي هي أكثر نعم. مع الأسف تأثيرا هو التصرفات الموجودة من قبل المسلمين نعم. وبالأخص الجاليات الإسلامية. الإمام الصادق عليه السلام قال كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، القرآن يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن ربما حركة تصدر منا، مقولة تصدر منا يكون ناتجها سلبي، سلبي على البشرية جميعا. فلذلك نحن يجب أن نفكر في أسلوب حياتنا، كيف يجب أن نكون دعاة بغير اللسان، كيف يجب أن نكون زينة زينا ولا أن نكون شينا على الإسلام. وحقيقة هي هذه من جملة الموانع الكبيرة. وعندما تعيش في بلد عندك جار ثقافة له غير ثقافتك، له أسلوب حياة غير أسلوب حياتك، قطعا ستحدث عنده تساؤلات. هل لديك جواب لهذه التساؤلات؟ هل فكرت يوما أن توجد جوابا لأسئلة الجار، لمن يشتغل معك، لمن يشتري منك، لمن تبيع له، لمن تعيش معه؟ فمع الأسف نحن نعيش، لا أريد أن أقول نعيش الحال فقط، بل نعيش الماضي دائما فضلا عن المستقبل. فإذا كنا الحال الذي نحن فيه لا نعيشه ولا نفكر فيه ولا نخطط له، فكيف عن المستقبل؟ ولذلك هنالك مسؤولية كبيرة علينا كمسلمين أن نصحح هذه الصورة العتمة والصورة التي جعلوها لنا، وما تفضلت به الذرائع التي نعطيها بيد الأعداء. وتعرف أن هنالك يعني مد لهذه النوعية من الناس الذين يسيئون لسمعة الإسلام. سمحت السيد الإسلام. حضرتك يعني بلشت حديثك وقلت كنت تتوقع من الجاليات الإسلامية يعني أن تطور نفسها أكثر، وخصوصا فيما يختص بالمجتمع اللي بتعيش معه، هو المجتمع البرازيلي أو الباراغوايو أو اللاتيني بشكل عام. لو سألت اليوم سماحة السيد شو كنت بتنتظر، يعني شو هو الأمر اللي كانت هيدي الجالية بتقدر تساهم فيه، وهي بتعرف أنه جالية بأكثرها تعمل في المجال التجاري، يمكن ما عندنا مراكز ثقافية باستثناء بعض دور العبادة وبتقوم بدورها من وقت لآخر. سماحة الشيخ محمد خليل اللي بنوجه له تحية وهو موجود معنا بالاستوديو قام بمبادرة أيضا ببعض المحاضرات باللغة البرتغالية، ونلاحظ أيضا أنه بعدة مناسبات دائما حتى لو كان ضيف أو ضيفين برازيليين يعمد سماحة الشيخ دائما إلى تحويل الخطاب باللغة البرتغالية، وكأنه يريد أن يقول كفوا عن عدم احترام هذا المجتمع أو هذا الشعب. صح. عبر التكلم. ولكن إذا سألتك بغير هيدي المبادرة يعني شبه الفردية من سماحة الشيخ محمد خليل، شو بتقدر تعطي هيدي الجالية؟ يعني الجالية تحتاج إلى في الواقع إلى توجيه، ليس توجيه فردي، يعني ما يحتاجه الفرد بالنسبة لشخصه وبالنسبة لعائلته وبيته. لا، نحن العائلة متى تكون مصانة؟ فيما إذا كانت البيئة التي تحيط به أيضا تكون مصانة. أنت الإنسان المريض أو الإنسان عموما صحيا لا يمكن أن تضمن سلامته من خلال تعقيم المكان الذي فقط هو يكون فيه، لا، البيئة التي يكون فيها يجب أن تكون سليمة. صحيح. فالتوقعي أنا مش من الجالية كحق لي شخصيا، لا، أنا ما لي حق عليهم، وإنما أنا أقول لمن نعيش معهم لهم حق علينا جميعا. نعم. لأننا نعلم، لأننا ندعي أننا نعرف. زين، تدعي أنك تعلم، فما هو عطاؤك؟ ما هو نتاجك؟ فالوضع الذي نحن فيه الوضع التقليدي هذا لا يكفي، لا يجزي. الأنانية التي يمكن أن نعيش بها ونفكر بأنفسنا فقط، النبي صلى الله عليه وآله يخاطبه الباري جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمسلمين، للعالمين. نعم. وكلمة للعالمين لو ندرسها ما المراد منها؟
نحن حتى عند عصر ظهور مولانا المهدي، البشارة التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وبشرنا بها القرآن الكريم، آية القرآنية ماذا تقول؟ تقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ما قال على المسلمين أو غير المسلمين، الذين يدينون بدين أو لا يدينون بدين، مسألة في استكبار وفي استضعاف. القرآن يقول جل وعلا في سورة البقرة أيضا: فمن يكفر بالطاغوت. ومن هو الطاغوت؟ هو الظالم. نعم. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله التي هي متواترة عندنا نحن جميعا المسلمين، أن المهدي وفكرة المهدوية ماذا يريد، أو بتعبير الأديان الأخرى بالمصلح، هذه عقيدة ليست خاصة بنا، يخرج في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا، ما قال يملأ الأرض إسلاما، يعني كل مفاهيم تختص بالعالمية. أصلا أساس دعوة الإسلام هي لماذا؟ قضية هابيل وقابيل عندما يذكرها القرآن لماذا؟ قضية ظلامة مظلوم، ظالم ومظلوم، من بداية خلقة آدم وهابيل وقابيل. وهذا التجاوز الذي صار من قابيل على هابيل، يعني نحن نشهد أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنا بظلام للعبيد. الله أتعس شيء عنده ويكرهه هو الظلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى هو العادل وهو العدل. عندما نلاحظ الله سبحانه وتعالى في خلقه عادل، في تكوين الكون عادل، وضع كل شيء في محله وليس هنالك نقيصة. أيضا رسالة الأنبياء هي نفس الرسالة، ونحن رسالتنا هي نفس تلك الرسالة، نفس المسيرة، ولا فرق بين نبي ونبي. وليست الدعوة لشخص، ليست الدعوة لجهة معينة. نحن مسامحة نقول الرسالة المحمدية، رسالة النبي صلى الله عليه وآله، لكن هي ليست رسالة النبي، هي مسامحة، هي رسالة الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن يجب أن نسير على نفس المنهجية. فيقول: يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ماذا؟ ظلما وجورا. ما قال كفرا، فرق بينما ملئت كفرا وبينما ملئت ربا. أنت لاحظ مسيرة الإمام المذكور عندنا في الروايات، لمن يحارب الإمام؟ مش غير المسلمين، ليس غير المسلمين، بل بالعكس، عندنا الرواية أنه مع المسلمين يقوم بهدنة عندما يصل إلى الأرض المقدسة في فلسطين. ولكن بداية حربه مين؟ في المناطق التي يقتل فيها المسلمون، بداية من المسجد الحرام. من الذي يكون في المسجد الحرام؟ ثم يأتي إلى المدينة، ثم يأتي إلى البصرة، ثم يأتي إلى الكوفة، ثم يأتي إلى الشام، ثم يأتي وهذا، وينتهي عند فلسطين ويقوم بمعاهدة. طبعا هم بعد ذلك ينقضون الهدنة ويأتون بجيوشهم. فالإمام لا يقاتل الشعوب، الإمام يدافع عن الشعوب ويقاتل الظلمة والجبابرة والطواغيت. وهؤلاء ربما هم عددهم قليل، ما يقول بعدما ملئت ظلمة، بعدما ملئت ظلما، والظالم ربما واحد ويظلم الملايين. فمن هنا حقيقة نحن يجب أن نفكر بهذا الشكل. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل مكة، هل انتقم؟ هل جبر الناس وفرض قناعاته على الناس؟ هل أجبر إنسانا على الدخول في الإسلام؟ أنت دعني عن هذا الأسلوب الموجود فعليا عند هؤلاء ما يسمونهم بالتكفيريين وغير التكفيريين، وهؤلاء نعتبرهم هم ناس مأجورين وناس، ولكنهم لهم الصدى الأكبر في الإعلام، الإعلام العالم كرهت الإسلام لأنهم صنيعة هذا الإعلام. نعم، يعني هم كما هذا الخطاب اللي حضرتك عم تتفضل فيه الآن، عم لك قد يبدو غريب أمام كثير من الناس، خاصة المجتمعات الغربية. نعم. هل هذا هو الإسلام الذي يدعو إلى العدالة؟ شوف، أنا أتحدى أن تأتيني بنموذج واحد لأي نبي من الأنبياء، لأي مصلح من المصلحين، منذ النبي آدم على نبينا وآله عليه السلام، وإلى نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله، والأوصياء من بعدهم والأوصياء من بعد رسول الله، أنهم أجبروا إنسانا على الدخول في الإسلام. نموذج واحد، لا إكراه في الدين. القرآن يقول الدين نحن نريده قناعة، والقناعة لا تأتي بالفرض،
لا تأتي بالإكراه، ربما بالإكراه الآن أقول لك بخلاف ما تعتقد فخوفا وفزعا مني فتعترف بما أريد، لكن هذا خضوع وليس خشوع. نعم. الإسلام يريد منا خشوعا، والخشوع بعد أن تأتي القناعة الكاملة في النفس وفي القلب، فنحن نريد الإيمان الباطني وليس الإيمان الظاهري، ليست مسألة الصورة والشكل. يعني الآن سماحة السيد محسن الطبطبائي غير راضي عن النتائج الدعوية التبليغية للمسلمين في البرازيل، لو أردنا أن نقولها بوضوح. طبعا لست بعنوان غير راضي، لا، وإنما لا نتكلم عن الشخص. نعم بعرف، يعني بالمعنى العام، يعني بالتقييم، يعني قلت التقييم ليس على المستوى، على مستوى القدرات الموجودة عندهم، وهذا الموضوع يوجه إلى الناس كلهم، كلهم مسؤولين. أنا أقول كلكم، النبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله عندما يفتح لك طريقا مش كرمان عينك، مش محبة لك، الله يفتح لك الطريق حتى يشوفك كم عيارك، يشوف قديش تقدم. شوف احنا الآن مثلا نتمنى أن نكون أحيانا أنبياء مثلا، أو لدينا قدرات خارقة أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونمشي على الماء. لماذا؟ من أجل أنفسنا، لكن الله لا يريد ذلك. الله يريد لك عندما يفتح لك الطريق حتى، يعني لحالتين، إما أن تقوم بمسؤوليتك على المستوى المطلوب تجاه الآخرين، يقولون زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. فهنا أيضا نحن يجب أن نشعر بهذا الشعور، أن لا، يعني الإسلام رفض الروح الأنانية، ممنوع، علينا بنكران الذات. وهنا في الواقع هاي النقطة الأولى، وأحيانا لا، الآية تقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، حتى يركس أكثر في يغرق أكثر في الوحل، وبحيث لا يكون له مخلص. فلذلك المفروض نحذر. الله عندما يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني عندما يعطيك المال، عندما يعطيك العلم، عندما يعطيك السلطان، عندما يقول القرآن للسائل والمحروم سماحة السيد، هو لا يعني يختص الأمر فقط بالمسلمين، لا لا، عموما لكل المجتمع. عموما أنا هنا كم مرة قمنا، يعني عدة مرات، بتقديم إعانات لهؤلاء الفافيلات أو الفقراء الموجودين في هذه البلاد المليئة بالخيرات. لا. وأنا أعتبر هذا مشاركة بسيطة وجزئية منا لهم، لا من أجل الإعلام، أنه والله يصورونا حتى بكرة مثلا في ما أدري انتخابات. أنا لا أقدم على مجالات انتخابية ولا عندي مسألة هدف سياسي، يعني جزء من سياسة أو رسالة العدل، وإنما هذا الشعور حقيقي، يعني حتى نشعر أبنائنا، نشعر أبناء الجالية أنه عليكم مسؤولية. هذا الإنسان الذي نحن تعلم العامل الذي يشتغل عندك، كم الإسلام وصى فيه، ما قال العامل المسلم أو غير المسلم. شوف حفظ الأمانة كم عندنا أمر مهم جدا. الإمام السجاد له مقولة معروفة عنه، ما مضمونها؟ لو أمن قاتل أبي السيف الذي قتل به أبي عندي لأمنته. هل نحن على هذا المستوى من حفظ الأمانة؟ قاتل أبيه يؤمن عنده السيف الذي قتل به أبيه. كم أئمتنا علمونا وأدبونا. الإمام علي عليه السلام يقول، يعني لا تنظرون للرجل وطنطنته في الليل، عبادة وصلاة وكذا وفلان، ليست العبادة فقط صلاة، ليست محصورة في مجال سلوك العبادة. العبادة الصلاة أو الحج أو غيرها، الصوم، هذه في الواقع قضايا تربوية نفسية حتى يكون عندك عطاء. الصوم يقول تذكروا، يعني الإنسان لما يصوم حتى يشوف الفقير ماذا يجري عليه في الدنيا، إضافة إلى ما يجري عليك في الآخرة والصعوبة في يوم الحساب. وأيضا مسألة الحج، وأيضا المسائل الأخرى، هذه كلها لما فرضت الزكاة لمن؟ إحنا عندنا من جملة الذين يعطون من الزكاة هم غير المسلمين من الأعراب، المؤلف قلوبهم. فلذلك هذه الرسالة في الواقع هي رسالة الله سبحانه وتعالى، وهي رسالة العدل. الشيء الذي نطلبه للناس هو مسألة
العدالة ليست مسألة الإسلام، يعني يطول. أما إذا إسلام بدون عدالة ليس له قيمة، ما له قيمة. نعم. سماحة السيد، طبعا هذا موضوع يعني حضرتك من خلال إجاباتك أجبت على عدة أسئلة أنا كنت مجهزها، وهذا سهل مهمتي لأنه حاب استفيد منك بمواضيع تانية، وبالتحديد موضوع تربية الأطفال ومستقبلهم. سماحة السيد، نحن وسماحة الشيخ محمد خليل مهتمين بموضوع الأسرة من خلال التعاطي الإعلامي اللي عم نشتغل فيه، وجزاه الله خير سماحة الشيخ أتانا بمعلومات عن موضوع الطلاق الموجود خصوصا في هيدي البلد وفي بيئة مختلفة بهيدي البلد نتيجة تمايز المجتمع، نتيجة الأوضاع الاقتصادية وغيرها، ووصلنا لمرحلة إنه حالات الطلاق ازدادت، حالات البعد الأسري فاقت عدد المعروف، وبالتالي نرى أن هناك أطفال تتجه إلى اتجاهات بعيدة جدا عن الاتجاهات التقليدية التراثية الإسلامية وغيرها حتى بالحد الأدنى، ونرى أن هناك انفصال في الحب ما بين الرجل والمرأة من خلال يعني يمكن الإنعاش الاقتصادي، من خلال تعدد العلاقات للرجل وما إلى ذلك. أنا عم طول السؤال مولانا حتى اجمع عدة أسئلة بهذا السؤال لنختصره وبالتالي نحكي بأمور أخرى. حضرتك عايشت العائلة المسلمة الموجودة هنا، ما هي نصيحتك وما هي قراءتك لهذا الواقع؟ حقيقة هذا موضوع يحتاج إلى وقت كثير ويحتاج إلى عدة في ناس جلسات. نعم، حضرتك تحكي. نعم، موضوع الأسرة وموضوع العائلة له عدة يعني نعبر عنه فصول. نحن نحتاج إلى كل فصل نحتاج إلى وقت خاص حتى نستطيع أن نرى. أولا مفهوم الحياة الزوجية ما هو أصلا، كيف ننظر للزواج، ما هو الزواج، هل هو مجرد إفراغ شهوة، هل هو فقط مجرد إشباع للغريزة، ما هو مفهوم الزواج؟ هذا مع الأسف أكثر المتزوجين لا يعرفون. أنا في أماكن أخرى في بلاد أخرى أخيرا جعلت جلسات خاصة للأسر للعوائل في معرفة خصوصية بعض. مع الأسف الشاب عندما يقدم على الزواج والبنت أيضا عندما تكون موافقة على الزواج، ما هي الأمور التي في الواقع يجب أن يتعرف عليها؟ ليس بأمر واحد واثنين. أولا يجب أن يتعرف على خصوصية بعض، ليس كأفراد كأشخاص وإنما كرجل وامرأة. يعني المرأة يجب أن تتعرف على خصوصية الرجل، هذا قبل الزواج، هذا قبل الزواج، والرجل يعرف خصوصية المرأة، لأن كثير من المشاكل لعدم معرفة الخصوصيات. أنت تعرف أن المرأة تريد قلب الرجل، هذا في علم النفس وارد. نعم. والرجل يريد جسم المرأة، هذا وارد كمان بعلم النفس. نعم، الجسد فقط الرجل يعني هذه حقيقة، الرجل شهوته بعينه. أنت متهم سماحة السيد بأنك تدافع عن النساء، يعني تميل. هذا هذه مشته، أنا لا أدافع عن امرأة، أنا أدافع عن إنسان. نعم، يعني فضلا عن الرجل أو المرأة، المرأة التي تريدني أن أدافع عنها هذه أنانية، والرجل الذي يريد أن أدافع عنه هذا أناني. أنا لا أدافع لا عن رجل ولا عن امرأة. نعم، أنا إلى موضوع ما قبل الزواج حضرتك أنت عم تفصل. نعم، بهذا الموضوع. فمسألة الزواج أولا يجب أن نعرف مقدمات الزواج. الشاب عندما يريد أن يتزوج أقول له تعال، ماذا تفهم من الحياة الزوجية؟ ماذا تعرف عن المرأة؟ المرأة إحنا الزواج لماذا أمر به الإسلام؟ ما الفرق بين الزنا وبين الزواج؟ سؤال عمليا، هل هنالك فرق؟ لا عمليا، لكن إجراءات فقط، يعني إجراءات في الظاهر. نعم، لكن هذه الإجراءات شوف احنا عندنا ما نسميه بالنية. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما الأعمال بالنيات. والنية من أين تأتي؟ تأتي من خلال المعرفة، فهنالك نيتك بمقدار معرفتك. لكن لما ما في معرفة يعني النية تكون ماذا؟ إما تكون نية خبيثة وإما تكون مشوشة. أنا حضرتك الآن سلطت الضوء على شيء خطير جدا، لأنه أكثرية الزيجات التي تحصل وخصوصا من هنا بلبنان تحصل إما عبر الفيسبوك أو عبر التليفون أو عبر وكالة، يعني هي هاي المشكلة، أو عبر زيارة لمدة 4 أو 5 أيام إلى لبنان. الدين الإسلامي يعلمنا كيفية التعرف على بعض، لا بالطريقة الموجودة
بالكاستورة أو بالفيسبوك بوكس أو عن طريق الويندوز أو مثل ذلك، لا، وإنما أو الواتساب وغيره، وإنما أنا ما بدي أعمل دعاية لهالقصص هذه. مع الأسف هذه فرقتنا أكثر مما هي جمعتنا. سابقا لا كان عندنا فيسبوك ولا كان عندنا ويندوز ولا كان عندنا ما بعرف موبايل ولا كان، لكن لقاءاتنا كانت أفضل وكان ترابطنا أكثر. فمن هنا هذه أيضا يعني فيها مسج، يعني فيها رسالة، أنه لا تتصوروا أنه الرفاهية وكثرة الإمكانات يعني توجد الترابط أكثر، لا، وإنما الترف احنا شفناه بالعكس. القرآن يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني حضرتك عم تقول إنه سبب هيدا الفشل الأسري بنبلش بالأسس الضعيفة. يعني الفونداسيون كما يعبر عنه، يعني فونديشن هو الأساس. يعني لما يكون الأساس خراب البقية كله يكون. الشاب اللي بده يتزوج اليوم باختصار سمحت السيد حتى نكفي، إذا أنا بدي أتزوج بدي استنصح سمحت السيد محسن الطبائي، شو الإجراءات؟ الإجراءات أول تعال عندي 12 جلسة، بتقعد 12 درس، كل درس ما يقارب الساعة، وبعمل لك تيست بعد الامتحان بعد ال 12 جلسة. ذاك الوقت أشوفك أنت أهل للزواج أو لا. ها، لذلك إحنا يجب، أنت الآن عندما تريد تأخذ دواء تأخذ تعبطا؟ احنا بدنا نوجه هذه الدوره للشيخ محمد خليل يبلش فيها. نعم ان شاء الله. بس اذا بيعمل ديسكاونت عن 12 ساعه. لا، هذه حقيقه يعني نحن الان اجبارا عندنا في الجمهوريه الاسلاميه 3 جلسات قبل الزواج، لابد من الزوجين ان يحضرا هذه الجلسات المفتوحه. نعم، اوبن. يعني لا فينا نختصر بعض العناوين للشباب الآن، نصائح بالعناوين. يعني الشاب لا يبحث عن امرأة ترضيه كجسد أو كجمال، جمال، جسد، أي شيء، وإنما القرآن يعبر ويقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا تبحث عن ما يرضيك فهذا أمر مستحيل. لا. عن شو بيبحث؟ أنا أسألك الآن، أنت اختيار نفسك بيدك صحيح؟ وكل إنسان اختيار نفسه بيده. يعني جيب لي شخص واحد أنه استطاع أن يرضي نفسه 100% أبدا، ربما 20% هم قطعا ما أرضى الإنسان. زين، أنت المسلط على نفسك ووجودك لم تستطع من إرضاء نفسك، فكيف تريد غيرك أن يرضوك؟ عن شو بيبحث؟ أحسنت، يبحث عن الكتالوج الإلهي. الله سبحانه وتعالى خلقنا صحيح؟ نعم. أنت تروح تشتري سيارة بدك كتالوج معها أم لا؟ أكيد. هلأ خاصة مع تشتري الحديث، تشتري تليفون تقول وين التعليمات تبعه؟ نعم. التعليمات من تأخذها؟ مني؟ من الصانع التليفون، من اللي صنعه صحيح؟ نعم. فهو أعرف بها. فنحن يجب أولا أن نبحث عن من صنعنا، يعني عن الفبركة اللي فبركتنا. يعني من هو الأهم؟ السيارة أهم أو أنا أهم؟ سيارة الفبركة بتقول لك حط فيها بنزين وأنا أقول لك حط فيها مي، تسمع كلامي؟ لا أكيد لا. اليوم إحنا سبب هذا التخلف أننا عم نمشي مثل ما بيقولوا كونترا مو، بعكس السير، بعكس السير. نعم. يعني الله بيقول لنا اعملوا هيك، اللي بينفعكم هذا، إحنا نقول لا هيك. فاللي يمشي كونترا مو بيعمل حادث. الكتالوج الإلهي على ماذا ينص اختصارا بعناوين؟ يعني ابحث عن اي سيده. انا الشباب الان طبعا المعيار الوحيد، خاصه اللي عايش هون سماحه السيد، وانا بدي اعتذر منك قطعتك، اللي عايش هون مولانا عنده طموحات بفتاه غريبه عجيبه. بتعرف انت هيدي البلاد الى مواصفاتها فيما خص سهوله العلاقات وما الى ذلك. يعني هو يريد ان يشبع عينه اللي اساسا رات ما رات، يعني وبالتالي يذهب الى لبنان ويختار من يعني تقع عينه عليها، وهنا تدب المشكلة. صحيح. لذلك الدين الإسلامي منع النظر، آخر مرحلة هي النظر. شو بيعمل؟ وإنما يبحث عن الأصالة. نعم. النبي صلى الله عليه وآله يقول إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسنة من منبت السوء. وأيضا ورد في الحديث إذا أردت امرأة فانظر لأمها، يعني انظر لمن رباها، لا تنظر لشكلها الظاهر. الشكل يأتي في المرحلة الأخيرة. كم من شباب رأيناهم زوجته جميلة وسيمة لكن لم يدخل
حبها في قلبه. وأيضا العكس، كم من شاب جميل وسيم ثري خلوق كذا لكن لم تحبه زوجته. أولا الذي يلقي المحبة هو الله سبحانه وتعالى، والله ليس لا يقول أن فقط المحبة، يقول المحبة أحيانا تكون موجودة وأحيانا لا تكون موجودة. أكثر من الأبناء، أنت عندك لعله أبناء وجربت أبنائك، ليش دائما تحبهم؟ أحيانا يقومون بأعمال، بالخصوص الشباب عندما يطغى ويصاب بالعنفوان، فلا تحبه ولكن ترحمه، وفرق بين الحب والرحمة. فالآية القرآنية تقول ومن آياته أن خلق لكم، لو ندقق في هذه الآية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ورحمة، المودة واضح مثل ما تقولون، الرحمة هي عملية التسامح فيما أحسن. الرحمة هون بيجرني على سؤال سماحة السيد، نعيش الآن حالة كمان جديدة، وهي أنه كثير من النسوة يعني بسبب أخطاء الرجال وعدم إعطائهم حقوقهم بالكامل، برز عنا حال الآن أنه النسوة تطلب الانفصال، وهذه حالة جديدة حقيقة لم تكن في السابق. نحن ما عم ندافع عن الرجل اللي ما بيقوم بواجباته البيتية أو مقصر بكثير من القضايا، ولكن شو بتنصح هؤلاء النسوة؟ تنصحهم بالتحمل أم أخذ القرار الحاسم، لأنه في أطفال وفي يعني تبعات لموضوع الانفصال؟ أنا لا أرى من يعني لا أرى أن امرأة تحب الانفصال، هذا مسلم فيه. لا أرى رجلا يحب الانفصال، ولكن القضية عندما يبلغ السيل الربا كما يقال، يعني الإنسان بعد ما يتحمل. فلذلك أنا يعني أرشدهم القضية، الإنسان يعني لما يمر بحالة مرضية يستشير الطبيب، وعندما يذهب عند الطبيب لا يكتب الوصفة ويقدمها للطبيب حتى يمضيها، وإنما ينتظر الوصفة من الطبيب. من الطبيب ويعطي. فأنا أرشدهم أن يستمعوا لنا، أن يحضروا عندنا، طبعا هنا أوقاتنا محدودة، سماحة الشيخ الله يحفظه والإخوان الآخرين المشايخ الموجودين. كيف نظرت إلى المرأة المسلمة في هذه البلاد؟ قلت أنا لا أريد أن أحدد امرأة أو رجل، كلنا مقصرون. نعم. وغالبية، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. المشكلة أننا روح الأنانية تطغى علينا أحيانا، فالرجل يريد أن أدافع عنه والمرأة تريد أن أدافع عنها، وكلاهما غلط. المفروض الاثنين، سألتني أنه ما هو الذي يبحث عنه الزوج؟ لا يبحث عن امرأة ترضيه، والمرأة لا تبحث عن رجل يرضيها، ربما يرضيها لساعة لساعتين ليوم ليومين لكن ليس دائما. الذي يرضينا فقط والذي يجمعنا ويؤلف قلوبنا هو معرفة الله ومخافة الله والتقوى والعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجامع المشترك، هذا معنى الآية القرآنية التي تقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ليس فقط بين قلوبهم. القسم الأول يقول بين قلوبهم، هنا يقول بينهم. فالجامع المشترك أنه تعالي يا بنت الحلال، أريد بنت حلال، طبعا أريدها جميلة، أريدها خلوقة، أريدها كذا، لكن لا لترضيني وإنما لترضي ربي. وأيضا البنت تقول لذلك الشاب أن الجامع المشترك هو رضا الله سبحانه وتعالى. أما الاختلاف فهذا أمر لا بد منه وأمر طبيعي، وهذا يحتاج إلى بحث طويل حتى أقول لك أنه الاختلاف، أنا نظرتي للاختلاف أنه ليس سيئة نظرة، أعتبرها الاختلاف أعتبره كمال، لأنه الفلاسفة يقولون وما ينسب الظاهر حسب علمي ما أتذكر أنه ينسب لأمير المؤمنين، تعرف الأشياء بأضدادها. نعم. ومن هنا يعني الله خلقنا مختلفين ذكر وأنثى، لا المرأة تصير رجل ولا الرجل يصير امرأة. نعم. لا بعد عندي سؤالين سمحت السيد، فيما خص بدي أسألك عن فيما خص رسالة الحسين للعالم، وهو حضرتك من الخطباء الحسينيين وأقمت الخطابة الحسينية في هذه البلاد لسنوات طويلة، بس بدي كفي بمرحلة الاغتراب والعائلة. شو اللي أحزنك سماحة السيد بهيد البلد من خلال تجربتك؟ شيء حسيت أنه بالفعل لم تستطع إنجازه، أو
لقيت أنه رايح على مطارح كتير صعبة أو خطرة؟ لا، أنا في الواقع هنا كشخص لا يحزنني لنفسي شيء يعني، وإنما يحزنني هو أن هنالك الكثير من إخواننا أرى أن المجال مفتوح أمامهم وهم مقصرون في ذلك، في أداء الرسالة، في الخدمة الإنسانية التي يمكن أن نقوم بها. وهذا في الواقع يؤسفني، لا أقول أنه يحزنني، ويؤسفني، لأن أنا لقائي مع هؤلاء الطيبين يفرحني. وربما يعني إذا كما قلت أنه رأيت دموعي، هذه دموع شوق، وتعرف يعني الإنسان يعني العواطف تسيطر عليه. فأنا عشت معهم سنين وعشت همومهم، أفراحهم، أحزانهم، تعودت عليهم يعني، ما نسيتهم. ربما أحيانا نسيت الأسماء، نسيت الأشكال، لأنه يعني بعد أكثر من 14 سنة من الطبيعي العمر أيضا فيه، ولكن أنا مشتاق كنت لرؤيتهم، لزيارتهم. وحقيقة وحتى أقول يعني آمل أن يعني أن يسامحوني إن كنت مقصرا معهم. وواقعا الذي يؤسفني أنهم ما يستفيدون من الطاقات الموجودة عندهم بالشكل المطلوب. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله ما يرتاع، ما الله يعني يغضب، أو الله سبحانه وتعالى بتعبير بسيط أقول يعني الله يعني يتألم لنا ويغضب لنا، لا يغضب علينا. سمحنا نظلم أنفسنا بدل ما نحسن لأنفسنا. لو قدر لك أن تختار حضرتك يعني، نعم، بدك تختار وين تأدي رسالتك، وين تبلغ يعني ما تريد تبليغه من خلال تجربتك ما بين ألمانيا، ما بين نيوزيلندا، ما بين البرازيل، ما بين مناطق أخرى، ما بين إيران، حتى لبنان، حضرتك أين تختار؟ لوين قلبك يهدف؟ هذا سؤال شخصي أنا يعني بعرفه. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى دائما أقول واستعملني في طاعتك، كما هو دعاء الإمام السجاد عليه السلام. يعني ما يرضي ربي هذا المهم، وليس ما يرضيني، لأنه الذي يرضيني كنفس لا يرضيني شيء. ويا حبذا لو كنت يعني الآن يعني أشعر أنه أستطيع أن أتعلم عدة لغات وأخدم البشرية بكل لغاتها، منها اللغة البرازيلية مثلا، منها اللغة البرازيلية، نعم. وحقيقة البرازيل لاحظتها من البلاد المفتوحة البريئة، أقول يعني كشعب على ما عليه من بعض المسائل الموجودة كأخلاقيا التي لا تنسجم مع ثقافتنا، لكن هم في الواقع ثقافتهم هذه يعني، هكذا وجهوهم. وأنا في رأيي يعني أنا ألاحظ الشعب البرازيلي من خلال كلمة سيديوس كزي، من خلال غراسي دي ديوس، يعني شكرا لله، عنده بعض إذا المفاهيم، شاء الله هاي المفاهيم حقيقة لاحظت عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني سماحة السيد، في كتير ناس بتجي على هالبلد، تلاحظ في البرازيل شواطئ ريو دي جانيرو، تلاحظ في البرازيل الكرنفال، بينما سماحة السيد لاحظ الكلمات المرهفة بذكر الله عند البرازيلي. وهيدي شغلة تكون يعني كما الإنسان يريد أن ينظر يستطيع أن يفهم الأمور. صحيح. سماحة السيد، السؤال الأخير، وأنا بعرف عندك ارتباطات، ويعني بدي أعتذر منك على هذا الموضوع، ولكن أكيد أكيد رح يستفيد يعني آلاف الناس من خلال هذا اللقاء. الإمام الحسين عليه السلام، ونحن ما زلنا في أجواء محرم الحرام، رسالة الإمام الحسين حملها سماحة السيد محسن الطبطبائي إلى هذه المنطقة، حتى عبر عن هذا الموضوع أحد المغتربين القدماء، وحضرتك حكيت لنا إياها، أنه السيد يغني عندما كنت تقرأ للحسين في هذه البلاد. في ناس تتساءل الآن يعني من غير اللي ما عنده المعرفة ودراية بالإمام الحسين، يعني ماذا جيء، كيف جيء بالحسين إلى البرازيل وبعد 1500 عام؟ يعني شو هذا المنطق اللي حضرتكم عم تحكونا فيه؟ شو رسالتك إلى هؤلاء الناس؟ نحن لو ننظر بشكل بسيط جدا لحادثة عاشوراء وما حدث في يوم العاشر من المحرم للحسين، طبعا
طبعا بعد معرفة مكانة الحسين وما بينه النبي صلى الله عليه وآله عن الحسين، يعني هي رسالة عالمية، رسالة ليست رسالة خاصة أمة دون أمة. فالإمام الحسين يعني كما نفهم يعني عندما ندرس حادثة عاشوراء، أولا ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. يعني هذا الحديث الشريف، يعني الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، يعني هذا بمحتوى كبير وفي مفهوم كبير، فيجب أن نستوعب هذا المعنى ونحاول أن نستفيد من الحسين. عندما ننظر الحسين يقف في يوم العاشر ويبكي على من؟ على أعدائه. عندما سئل لماذا تبكي أقول أبكي ما مضمون ما ورد، أبكي على هؤلاء بتعبيري مساكين بسبب الإمام، بسبب يدخلون جهنم. يعني هي نفس المشهدية اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين. نعم. حتى الرسالة سلوكية. نعم الرسالة نفس الرسالة، يعني الإمام الحسين لا يفرح أن أعداءه يدخلون جهنم. الإمام الحسين كان يتألم على أعدائه لأنهم يدخلون بسببه النار لجهلهم، ولذلك عدة مرات حاول أن يهديهم ويرشدهم، هم يرشقونه بالسهام وهو يرشقهم بالأحاديث ويرشقهم بالخطب وبالمواعظ وبالنصيحة، هم يرشقونه بالمسبات وبالصفير وبالضوضاء، ولكن هو يوجه إليهم الموعظة والنصيحة ويذكرهم بأحاديث جده صلى الله عليه وآله. فحقيقة الأحاديث الواردة في عاشوراء كثيرة، لكن ما وصلت كلها لنا، يعني كما يقول بعض المحققين وبعض العلماء، لأن ليس كل شيء دون، هنالك الكثير من الأمور ما دونت مع الأسف، أو دونت والأعداء يعني. كيف يمكن الاستفادة من حركة الإمام الحسين ومن واقعة كربلاء لتصديرها للعالم؟ شو هي الرسالة؟ كانت رسالة الإمام الحسين هو نكران الذات، يعني أن تكون شمعة تحترق لتضيء الدرب لغيرك، نكران الذات ورفض الأنانية وترك النفس وهوى النفس. هذه من أهم الرسالات التي نجدها في كربلاء، ونجدها في سلوك الحسين وأصحاب الحسين وأبناء الحسين وإخوة الحسين. فحقيقة نحن لا نلاحظ العشائرية فيهم، لا نلاحظ القومية، وإنما نلاحظ الدفاع عن الدين، ويعني الدفاع عن الدين المقصود منه الدفاع عن الإنسانية، لأن الله جعل الدين من أجل الحفاظ على إنسانية الإنسان. أحد العلماء المسلمين، ما بعرف إذا بصح نقول العلماء المسلمين، قال في إحدى اللقاءات أنه يختلف مع الرسول في مدحه للحسين، وهو ثار على خليفة شرعي بالأسانيد وغيرها. إحنا عندنا جهل على نوعين، في جهل يسموه بسيط وفي جهل مركب. يعني مع الأسف هنالك أناس يريدون أن يعلموا الله لا يعلموا رسول الله. نعم. يعني شيء مؤسف أنه إنسان يأتي ويختلف مع من؟ مع من يعبر؟ يعني لا أعتقد أنه هذا يعبر القرآن عنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ومن أنت حتى تختلف مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سلوكه؟ نبينا مرسل، نبينا كسائر الأنبياء، هو ليس باختياره شيء. لو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني إحنا لو نشوف التحديد الموجود على رسول الله، هذا شيء موسى، وهذا كان يحدث حتى في عهد رسول الله. سببهم أنهم لم يتعرفوا على مكانة رسول الله وشخصية رسول، هؤلاء لم يعرفوا الرسول. نعم. فضلا عن أنهم يختلفون معه أو لا يختلفون معه. رسالتك بدقيقة سماحة السيد إلى الجالية العربية والإسلامية اللي رح تتابع هذا اللقاء، شو اللي بتقولون إياها باختصار؟ في الواقع يعني أنا لا أريد أن أكون يعني دائما هني حابين يسمعوا سماحة السيد. يعني أنا أقول يا إخوان، رحم الله من عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. علينا أن نتعرف على حقيقة وجودنا، نتعرف عن هدف الحياة وهدف الخلق الذي نحن وجدنا من أجله. فالإنسان ليس حيوانية فقط، الإنسان أرقى وأرقى 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 وأعظم، وهو أشرف المخلوقات عند الله. ف
فهل وجدنا مكانتنا هذه؟ هل تعرفنا عليها؟ نحن أشرف حتى من الملائكة إن أردنا، فالمجال مفتوح. الملائكة المقربين كجبرائيل وميكائيل وعزرائيل وكل الملائكة المقربين عليهم السلام كانوا بخدمة الأنبياء، والأنبياء من البشر، يعني بإمكان البشر أن يصل إلى أرقى شيء، ويمكن أن يصل إلى الحضيض، وبتعبير القرآن وهم كالأنعام بل هم أضل، يعني يصل إلى مرحلة اللي أتعس من الحالة الحيوانية. الحيوان ربما يكون أحيانا أفضل من بعض البشر. نعم. سماحة السيد، يعني حقيقة كان في كتير أمور حابين نحكي فيها، أخرناك زيادة عن اللزوم وأخرنا سماحة الشيخ، الله يبارك فيكم، ولكن يعني استفدنا كثيرا، وأعتقد أنه اللي رح يشاهدوا هذه الحلقة رح يستفيدوا كتير. ولكن ما سألتني أنه ما هي نصيحتي لكم؟ لنا نحن. نعم، تفضل سماحة السيد. لاحظ، نحن لا نرى العيب في غيرنا، يجب أولا نقيم عملنا ونقيم سلوكنا. وأنا مع كل يعني احترامي بالأخص يعني وحبي الخاص لك، وباعتبار معرفتي من أول شبابك يعني عندما أتيت إلى هذه البلاد، والله ورطك فيها، ولكنه حقيقة لا نقنع بما نحن عليه، كما لا نقنع بجمع المال ونقول هل من مزيد، لا نقنع بما نقدمه من خدمة، ولا نرى لأنفسنا يعني حقا على الآخرين، ودائما نقبل نصيحة الآخرين. الحديث الشريف الوارد عنه صلى الله عليه وآله ومضمونه رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فمن جملة الأمور التي أود أن يعني تستمعون بها للآخرين هي مسألة التقييم من خلال النقد البناء. نعم. الذي يتوجه إليكم، وهذا يؤدي بكم إلى التكامل، ويؤدي بكم إلى الخدمة أفضل وأفضل، ومع النظرة البعيدة المدى وهو خدمة الإنسانية بشكل عام، ونبتعد عن مسألة أن الغاية تبرر الوسيلة. هنالك كثير من الموانع ربما تكون أمامكم، ربما كثير من المطبات تكون أمامكم، فلا تهنوا ولا تحزنوا، ولكن بشرط أن تكونوا مع الكتالوج الإلهي. إذا لا أريد أن أقول لكم اجلسوا هنا وقرأوا القرآن من الصباح إلى الليل على برنامجكم، لا، وإنما كونوا واقعيين، وأن نعالج المشاكل ليس فقط الجالية بل مشاكل الإنسان بما هو إنسان، الإنسان المسكين، الإنسان المضطهد، الإنسان المظلوم. وأرجو إن شاء الله أن تكونوا على مستوى المسؤولية، ولا تتوقعوا المديحة دائما، وإنما توقعوا الشكر من خالق من خلق الشاكرين، وأيضا توقعوا من أنفسكم أكثر فأكثر من العطاء ومن تقديم الخدمة. وأنا هم أيضا أشكركم على هذا اللقاء، وكل هذه نصيحة الله التوفيق يعني إن شاء الله، نعتبرها شهادة ونعتبرها تاج على رؤوسنا. عفوا. إن شاء الله طبعا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني لا أريد أن ليس المقصود سماحة السيد، ونحن نعرف أنه فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكل هذه المسيرة العالمية نحن واجهنا كثير من العقبات، وواجهنا كثير من الأخطاء أيضا. ونحن يعني نود ونرغب في أن يكون هناك نقدا بناء، وننشر في صفحتنا كل ما هو بناء، ولكن ما كان يعز علينا دائما سماحة السيد بأنه كثيرا من الناس لم يعتمدوا معنا النقد البناء، بل اعتمدوا علينا القصف الهدام، ومع ذلك نحن نحب ونسامح، وأيضا نحن أخطأنا في كثير من الأمور. على كل وجود ناس مثل سماحتك عنه شرف كبير، ويعلو هذا المكان بوجود حضرتكم وسماحة الشيخ محمد خليل. بدي أشكرك من كل قلبي، وطالما حضرتك تعرضت لهذا الموضوع أنا ممكن بدي أتعرض له، وهو أنه في علاقة قديمة جدا أنا أعتبر نفسي تتلمذت على يد سماحة السيد محسن الطبطبائي، يمكن كنت تلميذ كسول أو لم أنجح في الامتحان النهائي، ولكن شرف لي أني كنت يوم تلميذ على يد سماحة السيد محسن الطبطبائي. أعزائي المشاهدين، هذا هو سماحة السيد محسن الطبطبائي. طبعا
يعني بعض الأسئلة من كثير من الأسئلة وجهناها إليه، الوقت لا يسمح بأن نغوص معه في كثير من الأمور، ولكن بيوعدنا سماحة السيد إن شاء الله أنه بعد هذا اللقاء يصير في لقاءات متعددة، حتى لو عبر السكايب، حتى لو عبر الهاتف، حتى تستفيد الناس، وأيضا اللي بيحبوه على الأقل يضل يطل عليهم. بدي أشكر كل اللي بدهم يتابعوا هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.